أعزائي طلاب الصف السادس، معنا اليوم مراجعة الدرس في الخصائص الكيميائية، وهنبدأ نتكلم على أول شيء معانا النهاردة. قلنا إن الجدول الدوري، طبعا إحنا هنراجع على الخصائص الكيميائية اللي هي طبعا الأحماض والقواعد والأملاح. بنقول هنا يصنف الجدول الدوري او يصنف الجدول الدوري العناصر الى، زي ما قلنا اتفقنا، فلزات قويه، فلزات قلويه ارضيه، فلزات انتقاليه، واشباه فلزات، ولا فلزات. وقلنا كمان ان الكواشف تستعمل لتمييز المواد مثل الاحماض والقواعد. طبعا احنا راجعنا مع بعض وقلنا ايش هي الاحماض وايه هي القواعد وايه هي الاملاح. زي ما خدناها أحماض لها طعم لاذع، القواعد طعم مر، الأحماض زي الليمون، أو خدنا بعض المواد اللي هي ذات أحماض عالية ومنخفضة، والقواعد طبعا زي المنظفات، وهنشوف زي ما بعد. وعند الملح بيقول لي يتفاعل، وقلنا لو الحمض تفاعل مع القاعدة في بيتكون إيش؟ ملح. تكون إيش؟ ملح. المطويات زي ما بنطلب في كل نهاية درس في الخطة المنزلية، انه ان هنقول مثلا عن جدول الدوري يصنف الى الاحماض والقواعد والاملاح. ونخش على صفحة التقويم. السؤال الاول بيقول تسمى المادة التي يتغير لونها عند وجود الحمض او القاعدة. مادة يتغير لونها عند وجود الحمض او القاعدة، طبعا بنسميها بالكاشف، بنسميها بالايش؟ الكواشف. استنتج لماذا تعد القواعد منظفات جيدة؟ ليش تعد القواعد منظفات جيدة؟ طبعا عندي قال لي إرشادات النص، القواعد بتتفاعل مع الزيوت والدهون وتفككها. القواعد يعني ما شاء الله لو عندنا دهون على الأطباق فإن هي بتستطيع إن هي تفكك الزيوت والدهون، فهي مواد جيدة التنظيف. التفكير الناقد هنا بيقول لي وضح لماذا لا توجد الفلزات القوية منفردة في الطبيعة. وإحنا بنتكلم يا أولاد قلنا إن الصوديوم من الفلزات القوية جدا شديدة التفاعل مع الهواء الجوي، فلذلك قلنا بدل مرة مرتين ثلاثة قلنا إن الصوديوم لابد أن يحفظ تحت سطح الكيروسين اللي هو الجاز، لأنه بيتفاعل بشدة مع الهواء الجوي ومع الماء. لذلك تسمى القواعد، لذلك تسمى القواعد تتفاعل بشدة، ولذلك من السهل تفاعلها مع عناصر أخرى وتكوين مركبات جديد. سؤال تاني بيقول اختار الإجابة الصحيحة، أي الخيارات الآتية صحيح عندما يوضع الحمض مع القاعدة معا أو يتفاعلوا مع بعض؟ إيش اللي هيحصل؟ ألا يتفاعلان ينتجان ملح وماء، يصبح الحمض أقوى، تصبح القاعدة أقوى، ينتجان ملح وماء. طبعا اسم تفاعل التعادل، تفاعل التعادل معناه إن الحمض يتفاعل مع القاعدة ينتجان ملح وماء، ده اسمه تفاعل التعادل. طبعا لو قلت لك في الاختبار تبقى انت عارف. سؤال تاني، أين تقع المواد المتعادلة ومنها الماء المقطر على مقياس الرقم الهيدروجيني عند الرقم؟ أما كان عندنا بعض الصور على بعض المواد ودرجة الحموضة اللي هو الرقم الهيدروجيني ورقم القاعدة، وجدنا إن الماء متعادل، متعادل يعني بياخد الرقم 7، بياخد الرقم ايش؟ 7. طبعا لا بياخد 0 ولا 2 ولا 14، ولكن ياخد الرقم 7، يبقى اصبح متعادل. السؤال الاساسي، ما الخصائص التي تحدد كيف تتفاعل المواد معا؟ الخصائص الكيميائية. يبقى الخصائص اللي بتحدد كيف تتفاعل المواد مع بعضها هي الخصائص الكيميائية، وهي التي تحدد كيف تتفاعل المواد معا. وبكده يبقى احنا خلصنا الصفحة الأولى من
التقويم معنا برضو الحصة الجاية إن شاء الله هنراجع برضو نموذج الاختبار ومعانا الأسئلة الاختيارية.